بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنسجل مع بعض، هنشوف مع بعض المحاضرة رقم 6 في البورصات. احنا بدأنا المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت، المحاضرة اللي هي الاونلاين اللي فاتت او البريفيس اونلاين ليكشر. We started mutual funds describing them and recording their transactions. Now we are continuing this process. I know it will be a lengthy lecture because we have no time, and I cannot divide this subject into two sessions, into two online lectures. So I'm sorry for having some pressure on you by just trying to complete all the transactions of the mutual funds, all of them. So we go to buying of securities. Buying of securities. And the buying of securities, of course, is very important. We should know how to record the purchases of securities, whether they are shares, or they are debentures, or they are maybe bank deposits, or whatever other investments. We shall have many examples. First of all, we have buying of securities. So when we speak about securities, we say that investments in a single joint stock company must not exceed 10% of the mutual fund's own funds and 15% of the joint stock company shares. دي شروط عامة وما تقلقكش وما يهمكش منها. هو بقول لك انت لما تيجي تشتري المفروض ما تزيدش عن 10% من اموالك كصندوق. اموالك لما تكون 100 مليون ما تشتريش باكثر من 10 مليون. طب لو بتشتري من 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 شركات، او ركزت انت على شركه، ما تخليش ال 10 مليون دول كلهم في شركه واحده بما يتجاوز 15% من راس مال الشركه دي. بقدر المستطاع. الهدف طبعا التنويع، الهدف ان الصندوق ما ينكبش على شركه واحده، او يستثمر في مكان واحد ويسيب بقيه الاماكن. برضه هنا اللي هي برضه شرط تاني، او الانفستمنت ان ذا سيرتيفيكيتس ايشود باي انذر ميوتشوال فاند ماست نوت اكسيد 10% اوف ذا ميوتشوال فاند اون فاندز اند 5% اوف ذا فاندز اوف ذا ايشوينج اور ذا ايشوار ميوتشوال فاند. نفس الشيء برضه لو الصندوق هيشتري وثائق صندوق تاني برضه في حدود 10% من راس ماله. يبقى انا راس مالي 100 مليون، ممكن اشتري ب 10 مليون اسهم، وبال 10 مليون الثانيه اشتري بيها وثائق صناديق استثمار اخرى. بالنسبه للشركات الاخرى بما لا يتجاوز 15% من راس مالها، وبالنسبه للصناديق الاخرى بما لا يتجاوز 5% من راس المال بتاعها. طبعا الكلام ده بقول دي مجرد شروط عامة، الهدف منها ان ما يجيش صندوق معين يركز على شركات محددة وقليلة او صناديق قليلة ويكتفي بكده. لا، احنا عاوزين التنويع، لان احنا سبب ما القانون سمح بوجود صناديق استثمار هو ان يكون في تنويع في الاستثمارات، بحيث ان المستثمرين العاديين، الناس اللي هم زي ما قلنا عليهم مش عاوزين يفكروا ولا عاوزين يشغلوا بالهم بالاوراق الماليه ولا بحاله السوق واستقراره من عدم استقراره، مش عاوزين يفكروا في ايه اللي زاد وايه اللي ناقص وايه اللي هيزيد وايه اللي هينقص، ويستمعوا بقى للتوقعات والاكسبكتيشنز واحيانا الرومرز للشائعات. طب وعلى ايه؟ ما احنا بنستسهل وبنقول بنروح نشتري وثائق صناديق استثمار. الصناديق دي فيها متخصصين ولها مدير استثمار ولها بورتفوليو مانجر، وهم اللي بيعرفوا يختاروا لنا افضل تشكيله من الاستثمارات. واحنا قلنا في صناديق بتستثمر في الاسهم واخرى تستثمر في السندات، والافضل طبعا انه ينوع، ياخد من هنا وياخد من هنا، لان السند الدخل بتاعه ثابت بينما السهم الدخل بتاعه متغير. وطبعا برضه في في اوعية استثمار كتيرة، مش عاوزة كلام، المفروض ان الصندوق ينوع المصادر بتاعته، ما يبقاش قاصر على اسهم بس او سندات بس
او شهادات صناديق استثمار بس. لا طبعا، يعني يفضل يكون فيه نوع من اللي نسميها الدايفرسيفيكيشن، يعني you have to diversify your investments، you have to diversify your interests، الاهتمامات بتاعتك لازم تكون متنوعة ومتشعبة بحيث انها تجيب اكبر منفعة للمستثمرين بتوعك. طبعا هنا بنفترض ان لو في 400 سهم اشتريناهم ب 50 جنيه للسهم، وفيه عمولة ومصاريف ب 576 من 1000%، اللي هي مجموع عمولة الشركة زائد الاس اي ام زائد الاف سي اي، وانتوا عارفين القصة ديت من مادة البورصات. التوتال كوست هيبقى 400 سهم في 50 جنيه للسهم الواحد سعر الشراء، زائد ال 400 في ال 50 في النسبة بتاعت اللي هي العمولة والمصاريف. ده هيساوي طبعا، هيساوي عندنا 200,000 زائد 1000 زائد 1152، ده هيساوي 201,152. دي تكلفة الأوراق المالية المشتراة في هذا التاريخ. هنسجلها ازاي؟ بقيت بسيط وسهل قوي قوي. هنقول حساب الاستثمارات ديبت، حساب البنك اكاونت كريدت، يبقى انفستمنتس اكاونت ديبت ب 201,152، والبنك اكاونت كريدت بنفس المبلغ او ذا سيم اماونت. وطبعا شرح القيد دون تو ريكورد ذا بيرشيز اوف سيكيورتيز. يبقى لما بشتري اوراق ماليه من سوق البورصه، من الاس اي ام او من الستوك اكسشينج ماركت، بنحسب تكلفتها كام ونسجلها بهذا الشكل البسيط واللي مفروض اطلاقا يعني. طبعا هنا السكيورتيز ديت ممكن تتحط في بنك. لو اتحطت في بنك على سبيل المثال، طبعا هنا البنك هياخد، طبعا مش عاوز كلام، هياخد رسم حفظ يعني، وعشان كده بنسميها سكيورتيز كاستوديان اكسبنس لحساب البنك. وهنا افترضنا انها، انا بقول فور اكزامبل يعني، على هي طبعا هي اقل من كده بكتير يعني، 4 في ال1000. نفترض انه خد 4 في ال1000 على ال 201,152، هيبقى فيه سكيورتيز كاستوديان او كاستودي اكسبنس اكاونت ديبت وبنك اكاونت كريدت. طبعا ده تو ريكورد ذا بيمنت اوف سكيورتيز كاستوديان اكسبنس اللي هي 200 على اللي هي 201,152 في 4 في ال1000. تخيل المساله سهله وبسيطه قوي قوي. طب لما يكون في ديفيدند نتجت عن هذه الشيرز او هذه السكيورتيز بوت، they are declared. طبعا الشركات اللي بتعلن بتقول احنا يا جماعه يا مساهمين في الشركه الفلانيه، احنا بنعلن عن كوبون للسهم بالشكل ده، وهيتصرف في التوقيت الفلاني من البنك الفلاني فرع الفلاني او الفروع الفلانيه. طبعا ده بيبقى في اعلان، الاعلان ده اول انت معرفته فبتسجله باعتباره حق ليك او ايراد مكتسب او يعني earned revenue، فبتقول dividends receivable الى حساب الانفستمنت انكم. وافترضنا هنا ان في مثلا في والله ده الكوبون ديكليرد كان ب 3.5 للسهم الواحد، 400 في 3.5 عمل عندنا 1400، يعني الكوبون ب 3.5 لكل سهم، في 1400 سهم احنا شارينهم، يبقى احنا كده لينا 1400 جنيه مستحقين على الشركه اللي اعلنت، فبنقول dividends receivable to investment income. طبعا لاحظ هنا المسميات، يعني مسميات شبه بنكيه، يعني كلمه ايه؟ عائد الاستثمار، الديفيدند ريسيفبل، لان هم دي طبيعه شغلهم كده يعني. طبعا الانفستمنت انكم اكونت شال بي كلوزد اوت ات ذا اند اوف ذا يير في الانكم اند اكسبنس اكونت اوف ذا ميوتشوال فاند. طبعا الميوتشوال فاند هيعمل برضو يعني حساب في النهايه ختامي، هيسميه انكم اند اكسبنس اكاونت، وهيقفل طبعا الانفستمنت انكم باعتباره ايراد، يخليه ديبت، ويخلي الانكم اند اكسبنس اكاونت كريدت. شرح القيد طبعا تو كلوز اوت انفستمنت انكم اكاونت ان انكم اند اكسبنس اكاونت ات يير اند. يبقى كانه الانكم اند اكسبنس اكاونت في صندوق الاستثمار بيحل محل الانكم سمري في المنشات التجاريه والصناعيه. هذه الفكرة يعني، مش أكتر من كده يعني، واخدين بالنا؟ يعني كل الإيرادات بتصب فيه وكل المصرفات بتتحمل عليه، وفي النهاية بيبقى له، سوري، بيبقى له صافي. نكمل. طب لو بعنا سيكيورتيز من ديت، زي ما شفنا من شوية لما بنشتري الأسهم وبنبيعها، نفس الشيء أنا اشتريت سيكيورتيز بس ديت مش أسهم بتاعتي، دي أسهم شركات تانية، اشتريتها وخليتها عندي وبعدين ببيعها بقى. طبعا انا بشتري بسعر وبيع لما السعر يعلى، لكن مش معقول هبيع بخساره، تبقى كارثه يعني، لو صندوق الاستثمار هيخسر في البيع يعني، تبقى
تبقى يعني سكاندل يعني. It is not right يعني. When securities are sold, we have to compare the sale price of these securities with their book value. Assume ان ال book value تساوي مثلا 10,000 and there will be يعني three probabilities sale prices. Presumably بافتراض انه مثلا السيل برايس ممكن يساوي البوك فاليو، يعني انا البوك فاليو عندي ب 10,000 هبيع ب 10,000، يبقى هقول باي بانك اكونت تو انفستمنتس اكونت وتاتو ريكورد سيل اوف سكيورتيز از ذير بوك فاليو، بعتهم بنفس سعر البوك فاليو بتاعتهم. طب لو كان الحاله الثانيه بقى النجمتين اللي بعد كده، if the sale price يعني is more than the book value، نفترض ان هو ب 12,000، يبقى في الحاله دي هيبقى عندي مكسب طبعا ب 2 جنيه ب 2000 جنيه انا اسف، هيبقى the resulting capital profit shall be closed out in income and expense account at the end of the financial year. يبقى كان بالطريقه ديت تبان سهله قوي قوي، هنقول bank account ب 12,000 وinvestments ب 10,000 وكابيتال بروفيت ب 2000 والكابيتال بروفيت عاملها ديبت واوديها على الانكم اند اكسبنس اكونت ب 2000. This is to close out capital profits account as at end of the year. طيب لو كان سعر البيع كان اقل من 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 البوك فاليو، يعني اقل من سعر الشراء اللي انا اشتريت بيه، اسيوم ان هو كان 9,000. وبالطريقه ديت there is a capital loss sustained تساوي 9,000 ناقص 10,000 تساوي 1000. طبعا دي خساره. وبالطريقه ديت هنقول البنك اكونت ديبت ب 9 والكابيتال لوس ب 1000 والانفستمنتس ب 10 تو ريكورد سيل اوف سكيورتيز ات كابيتال لوس اللي هي تساوي 1000 اللي هي عباره عن 9 ناقص 10 يساوي ناقص 1000. وطبعا الناقص 1000 ده عباره عن رصيد ديبت، كابيتال لوس رصيدها ديبت زي ما انت شايف في القيد الاولاني، هقفله في الانكم اند اكسبنس اكونت، هخلي الانكم اند اكسبنس اكونت بتاع السنه ديت 17 مثلا ديبت وحساب الكابيتال لوس كريدت، وبالطريقه ديت انا بقفل الارصده ديت او الارصده اللي هي الديبت دي اند اكسبنس اكونت. نيجي بعد كده لحاجه ثانيه في الاستثمارات، وهي ليست الاسهم وليست السندات ولكنها التريجري نوتس. وكلمه تريجري نوتس هنا ديت بتجر لنا الحاجه بحاجه بنسميها اللي هي أذون الخزانة، يعني احنا نطلق عليها في مصر تريجري نوتس ديت أذون الخزانة، وأذون الخزانة ديت بتصدر عن وزارة المالية وبتصدر اتا ديسكاونت، يعني هي بطبيعتها بتطلع اتا ديسكاونت، يعني ممكن تلاقي الأذون ديت مثلا ب 100,000 أنت لما تروح تشتريها هتدفع فيها 90,000 بس، ويجي في ميعاد الاستحقاق بتاعها تقبض ال 100,000 كلها، يعني كأنه بيديلك المكسب بتاعك مقدم، بيدي لك الانكم بتاعك او بنسميه الايشو ديسكاونت خصم الاصدار ده بيديه لك مقدما، يعني بدل ما ياخد منك 100,000 وبعدين يردها لك 110,000 يقول لك انا هديك شهاده ب 100,000 لكن هقبض منك هاخد منك مبلغ اقل، حاسب لك ايشو ديسكاونت، حاسب لك خصم اصدار. وعشان كده التريجري نوتس ار ايشود باي ذا مينستري اوف فاينانس ان كوردينيشن وذ ذا سنترال بانك. طبعا ليها مدد يا 3 اشهر يا 6 اشهر يا 9 اشهر يا سنه، يعني هي في الحدود دي. طبعا هي شكل من اشكال اللي هو البوروينج من المواطنين يعني ومن المؤسسات المختلفه. طبعا المؤسسات اللي هي زي صناديق الاستثمار والبنوك وشركات التامين والشركات الكبيره شركات المساهمه الضخمه، طبعا دول بيشتروا الاذون ديت بكميات كبيره يعني. طبعا احنا على المستوى الدولي في عندنا دول باكملها بتروح تشتري اسهم الخزينه بتاعت امريكا، يعني الاذون الخزانه بتاعت امريكا اللي هي تعتبر ايه؟ تعتبر اقتراض امريكي من الخارج وبالدولار، وفي دول شاريه منها بمليارات الدولارات. وهي برضه فكرتها ان انت تشتريها اتا ديسكاونت ولكن تستردها بكامل قيمتها الاسميه. فالتريجري نوتس ار ديستنجويشد باي بينج سولد ات ا ديسكاونت، دي الميزه بتاعتها انها ايشود ات ا ديسكاونت بخصم، يعني ذير سيل برايس از ليس ذان ذير نومينال فاليو، يعني هو بيعه لك باقل من قيمته الاسميه او قيمتها الاسميه. ذات ذا بايرز ار جوينج تو ريستور ات ذا بريتيرمند ماتيوريتي ديتس، الناس اللي المشترين دول هيستردوا قيمه كامله لكن هيدفعوا مبلغ اقل. الاقل ده عباره عن الفرق بين الاقل وبين القيمه الاسميه هو الايشو ديسكاونت. Hence the issue discount represents an income to the investors طبعا or buyers of the treasury notes.
وطبعا الايشو ديسكاونت از جارانتيد، يعني مضمون واند ريسك فري، يعني ما فيش فيه مجال للتلاعب ولا للتراجع ولا كلام من ده، ما فيش فيه مخاطر يعني. وعشان كده ده حاجة جميلة، اي حد اي صندوق استثمار او اي شركة عاوزة تستثمر، يعني بدل ما يشتري اسهم عادية، طب ما تشتري اذون خزانة احسن، اهي منك بتسلف الحكومة ومنك انت بتاخد دخل مضمون، والحكومة ضمنها لك التريجري نوتس، يعني انت عندك ضمانة، والبنك المركزي بيضمنك، يعني يضمن لك القايمة بتاعتك، ما فيش مجال انك انت تشتري اسهم وما تلاقيش كوبون اخر السنة، وتيجي السنة التانية ما تلاقيش كوبون، يبقى كده ضاع عليك سنتين ما خدتش عائد، يبقى كده كأنك رميت فلوسك في الترعة ولا مؤاخذة يعني. يبقى therefore the buyers of treasury notes record the issue discount as an unearned income أو unearned revenue، بيسجلوه باعتباره unearned revenue. ليه؟ لأن دي المشكلة، احنا عندنا السنة المالية أو الفترة المالية لأي صندوق استثمار أو لأي شركة بتختلف عن المدد بتاعت اللي هي التريجري نوتس. يعني انا ممكن اشتري مثلا في ابريل تريجري نوتس مدتها سنه، تستحق في 31 مارس سنه 21، وانا بقفل الحسابات بتاعتي يوم 30 يونيو 2020، يبقى انا لازم في الحاله دي اعتبر الدخل اللي جه ده اعتبره دخل مقدم او ان ايرند ريفينيو ايشو ديسكاونت، اللي هو ان ايرند ايشو ديسكاونت. وبعدين اعترف بيه امتى؟ وانا بعمل حسابات الختاميه يوم 30 يونيو، اقول من اول ابريل لغايه اخر يونيو، دول كام شهر؟ اقول ابريل مايو يونيو 3 اشهر يعني، والشهادات ديت او الاذون ديت مدتها سنه، يبقى الديسكاونت بتاعها لو كان سين، يبقى اللي استحق منه للسنه الحاليه ديت يساوي سين في 3 على 12. يبقى اللي هو الان ايرند ريفينيو هيعترف بيه او يعتبر ايرند عند اعداد القوائم الماليه الختاميه للشركه او للصندوق اللي اشترى اذون الخزانه. يبقى الديسكاونت ده ما بيروحش ايراد لاي سنه كده اعتباطا، لا، لازم تعرف انت شاريها امتى وانت بتقفل حساباتك امتى. المهم يبقى the buyers of treasury notes record the issue discount as an unearned income until these notes are either redeemed or restored، يعني سواء هتحصل لها بقى استهلاك او انا اسف يعني هتستردها او هتستهلكها سيان. المهم الشيء الطبيعي، لان هي ممكن برضو اعمل لها ريديمشن يعني استردها، هي ريديمد او ريستورد بمعنى واحد. يعني ربما انا مثلا اجي اقول ايه، والله ده هي هتستحق يوم 30 يونيو، وانا شاري مثلا في توقيت، مثلا في توقيت على سبيل المثال في ابريل، يبقى انا هشتري في ابريل واسجل في ابريل، لكن هعترف بايرادها كامل للسنه اذا انا استرددتها بالكامل في اخر يونيو. لكن لو هستردها في اخر سبتمبر او في اخر ديسمبر، يبقى لا، هنا بقى لازم الجزء من الايشو ديسكاونت هيبقى استحق لسنه منتهيه في 30 يونيو او 30 سبتمبر، والجزء الثاني طبعا للسنة الجديدة للسنة القادمة وهكذا. يبقى إذا هنا or at year end when the maturity date shall fall due in the next financial year where the issue discount earned has to be recorded and closed out in the income and expense account. طبعا أي سنة هيتحول لها دخل من الايشو من التريجري نوتس ديت، طبعا هيروح على الانكم اند اكسبنس اكاونت. كنموذج بقى بسيط ويوضح لك الدنيا دي كلها بقى، اسيوم ان في فند اسمه البلاتين فند، البلاتيني ده هاز بوت يوم اول نوفمبر 16 ست اشهر تريجري نوتس، يعني تريجري نوتس مدتها ست اشهر بدءا من 1 نوفمبر. يبقى هي ايه مدتها ايه بقى؟ تاخد نوفمبر وديسمبر في 16 وتكمل 4 اشهر في 17، متصورين؟ يبقى هنا بقى والنومينال فاليو بتاعتهم 200,000 والايشو ديسكاونت 7%. يبقى هنا بيقول لنا ريكورد ذا اباف ايفنت ان بلاتين ميوتشوال فاند ديورينج 16 و17. هنشوف مع بعض هنسجل الكلام ده ازاي. هنقول الايشو ديسكاونت يساوي 200,000 في 7.5% ده يساوي 15,000. الايشو ديسكاونت ايرند باي ديسمبر 31 2016، يعني الدخل
الايشو ديسكاونت اللي هو الايرند، هو الان ايرند كله 15000. الايرند بقى هيبقى 15000 في 2 على 6، صح؟ هي 6 اشهر، فهو له شهرين من الستة اللي هو نوفمبر وديسمبر، 2 على 6. معلش انا يمكن انا تجاوزت وقلت لك 3 على 12، لا هم دول نوفمبر وديسمبر دول شهرين مش 3، ام سوري يعني. فهيبقى 2 على 6، مدتها كلها 6 اشهر وهم دول شهرين، يبقى 2 على 6 شهرين على 6 اشهر، يبقى 15 في تلت يساوي 5000، يبقى الجزء المحقق في 2016 يعتبر 5000. لكن انا لما هسجل في الاول هسجل الايشو ديسكاونت بكام؟ ب 15000، واجي يوم 31 ديسمبر اخد منه 5000 واضيفهم على ايراد السنه واقفلهم في الانكم اند اكسبنس اكاونت بتاع السنه المنتهيه في ديسمبر 2016. نكمل مع شكل الدنيا فيها ايه؟ هنقول كده لما اشترينا تريجري نوتس ب 200000، وبعدين البنك طبعا هندفع كام؟ احنا اتفقنا هندفع اقل من القيمه الاسميه، احنا خدنا ايشو ديسكاونت ب 15 يبقى هندفع 185000. يبقى 185000 بنك كريدت وايشو ديسكاونت ب 15 كريدت. طبعا ده تو ريكورد ذا تريجري نوتس بوت ات 7.5% ديسكاونت. اهو الايشو ديسكاونت ده اهو ده يعتبر كده ان ايرند. اجي في اخر ديسمبر بقى احوله بقى من ان ايرند لايرند، واقول الايشو ديسكاونت ب 5000 للانفستمنت انكم ب 5000، وبعدين اقفل الانفستمنت انكم في الانكم اند اكسبنس اكاونت بتاع 2016. يبقى هاو تو ريكورد ذا ايشو ديسكاونت ايرند، الجزء المحقق في نهايه 16. واخدين بالنا؟ يعني ما ينفعش برضه ان انا اقول ايشو ديسكاونت لحساب الانكم اند اكسبنس على طول، لا انا احوله على انفستمنت انكم وبعدين من انفستمنت انكم لانكم اند اكسبنس اكاونت. وفي القيد الاخراني ده تو كلوز اوت انفستمنت انكم اكاونت بتاع السنه. طبعا الانفستمنت انكم ده هيكون كريدت بحاجات ثانيه كتيره، يعني هو مش بس التريجري نوتس. فهنا بقول لك ايه بقى، ريمبر ذات ذا كريدت بالانس اوف ايشو ديسكاونت اكاونت بينج ان ايرند ريفينيو ب 10000 shall be shown in the liability side of the balance sheet as at end of 2016 under the subtitle other credit balances. هيظهر liability تحت مسمى ارصده دائنه اخرى، لان انا عندي الايشو ديسكاونت ب 15 سلخت منه 5، اهو كان كريدت ب 15 عملته ديبت ب 5 وديتهم على انفستمنت انكم، اتبقى في كام؟ بقى في 10، اهي ال 10 اللي باقيه دي تعتبر لايبيليتي على 2016. طبعا وهتتحقق امتى؟ تتحقق في 2017. وعشان كده بيقول لنا during 2017 on the maturity date of the treasury notes، يعني يوم 30 ابريل 17 the mutual fund shall restore back the treasury notes from the ministry of finance. اهو ده الاسترداد بتاع التريجري نوتس as their nominal value اللي هي 200000. وهنا بقى بنكمل ديسكاونت that was earned by the end of 2016 اللي هو ال 10000 will have to be recorded as earned by 30th April by a credit to investment income account. This latter account shall be closed out in income and expense account by end of 2017. يبقى انا هقول bank to treasury notes، ده هي عمليه الاسترداد بقى يا اولاد، او عمليه الريديمشن. هقول بانك اكاونت ديبت وتريجري نوتس كريدت، وبكده رجعت لي تاني الفلوس بتاعتي، دفعت 200000 رجعوا لي تاني تو ريكورد ذا تريجري نوتس ريستورد باك اون ماتيوريتي اون ذير ماتيوريتي ديت. والايشو ديسكاونت اللي ب 10000 واللي كان لايبيليتي على 2016 انا هخليه هقول عليه ديبت واوديه على الانفستمنت انكم بتاع 2017. وطبعا هستنى لما تيجي نهايه 17 او ميعاد عمل هستنى لغايه نهايه 17 وبدل انفستمنت انكم ده على حساب الانكم اند اكسبنس اكاونت. نيجي بقى دي حاجه ثانيه، وهي مساله طبعا مزعجه شويه، وهي مساله التيرم بونز اللي هي السندات طويله الاجل. ما هو ده احد الاستثمارات، يعني احنا قلنا الصناديق اما بتستثمر في اسهم يا في سندات يا في الاثنين، يعني هي دي يا اما طبعا. وفي برضه اشياء كتيره، يعني بيشتري في الاسهم برضه في التريجري نوتس
في الزون الاجنبيه، في السيرتيفيكيتس بتاعت الصناديق التانيه، كل ديت افيلابل يعني، كل ديت متاحه، مش عاوزه كلام يعني. نيجي بقى للتيرم بونز، وده موضوع شيق لانه احنا بنبص له من زاويتين، من زاويه واحنا في شركات المساهمه احنا بنصدر سندات، يعني الشركه هي اللي بتصدر سندات وبتوزعها على المكتتبين سواء دفعة واحدة أو على أقساط، وغالبا بيبقوا قسطين يعني ابليكيشن والوتمنت وبس، مفيش تاني، يا إما دفعة واحدة يعني كلهم ان فول أو توتال أماونت يعني كلها ريسيفد مرة واحدة، هذا يحدث يعني في الحياة العملية. ده من وجهة نظر الشركات اللي أصدرت السندات، الكلام ده بناخده في الكوربوريشن، وإحنا شرحناه في المحاضرة الأخيرة في الكوربوريشن اللي هي قبل حل المسائل، لما قلت لك إيه فيريس توبكس أو فيريس بوينتس، نقاط مختلفة من ضمنهم كانت اللي هي عملية السندات أو الديبنشرز، إزاي أصدرها وإزاي أعمل لها عملية اللي هي ريديمشن، أردها إزاي. هنا بنبص لها من زاوية تانية بقى، أنا كمستثمر بقى، أنا كصندوق استثمار اشتريت سندات شركات، يعني انا اشتريت سندات، اما سندات حكوميه او سندات اصدرتها شركات، يعني انا هنا بتكلم على السندات باعتبارها احد الاستثمارات، يعني احد الاستثمارات اللي الصندوق اقبل عليها. هنا بيقول لنا تيرم بوندز ار سولد باي جوفرنمنتس اند لارج جوينت ستوك كومبانيز، they have a maturity date, a fixed annual interest is earned at a predetermined interest rate، طبعا في لها سعر فايده مستقل يعني ومحدد مقدما. Hence term bonds represent an attractive channel of investment for investors who look for a reliable annual fixed income and a shield against market value fluctuations، طبعا هي بتدي دخل ثابت، بتدي سعر فايده، وبرضه بتدي برضه يعني درع واقي من تقلبات السوق، لان مهما السوق اتغير في النهايه السند بتاعك قيمته باقيه لك، والفايده بتاعتك هتاخدها في اخر السنه، وبالتالي مفيش مجال فيها زي الاسهم. الاسهم ممكن تعلى وتهبط بشكل جنوني يعني، وحصلت في بلاد كتيره يعني، ايام فضيحه انرون وورلد كوم في شركه منهم كان السهم بتاعها ب 100 دولار نزل لدولار واحد بس، تخيل بقى لما ينزل من 100 لواحد، يعني خسر 99 دولار في الفترة الأخيرة دي. في شركة بتصنع مش عارف حاجة تكنولوجية كده، السهم بتاعها زاد زيادة خرافية، وصل لآلاف الدولارات، مش عارف بقى 2400 دولار، أنا شفتها في التلفزيون في الأخبار الاقتصادية، شيء مخيف وشيء غريب يعني، إزاي بالطريقة دي يعني إزاي؟ لأن الأسهم بطبيعتها subject to fluctuations، لكن السندات are not subject to fluctuations. البوندز او الديبنشرز سواء سميناها كده او كده، they are not subject to fluctuations، يعني which shares are subject to. Mutual funds invest in term bonds alongside with shares, alongside with bank deposits, alongside with treasury notes, alongside with investment certificates of other mutual funds, and thus diversifying their portfolios. طبعا هم بيستثمروا في عدة قنوات، وبالتالي هم بينوعوا البورتفوليو بتاعهم. الكمبانيز which decide يعني to issue term bonds must determine the interest rate on their bonds by investigating the interest rates prevailing in the market on similar channels of investment such as bank time deposits وبank savings accounts وبank investment certificates. لازم يعني يشوفوا أسعار الفايدة اللي القنوات التانية بتديها يعني. The interest rates on bonds should be attractive to the anticipated investors. This may be equal or different from the interest rates on bank deposits. That is why term bonds shall vary depending on their interest rates as follows. وعشان كده هذه السندات تختلف بحسب سعر الفايدة بتاعها. فيه عندنا هنا فيه bonds issued at par، وفيه bonds issued at a discount، وفي bonds issued at a premium، يعني يجوز انها تصدر بسعر التعادل او تصدر بخصم اصدار او تصدر بعلاوة اصدار. ده بيتوقف على ايه؟ على يعني مقارنة سعر الفايدة اللي الشركة هتثبته للسندات بتاعتها
عشان تغري المستثمرين، انا عاوز اجذب المستثمر. فانا ممكن اقول ايه، والله سعر الفايده مثلا 18% بتاع البنك، طب انا حد سعر فايده كام؟ هل حد 18 ولا اكتر ولا اقل؟ فلو انت عملت ب 18 يبقى انت بقيت زيك زي البنك، وده كده يعتبر at par. This happens when the interest on bonds equals the interest rate prevailing in the market. In this case there will be no accounting problem to the mutual fund. وفي الحالة دي مش هيبقى فيه مشكلة للصندوق طبعا، لأن هو ما اختلفش عن البيئة العامة اللي هو عايش فيها يعني. البوندز issued at a discount. ده ممكن السند يصدر بخصم. امتى؟ ده السؤال بقى. This happens when the interest rate on bonds is less than the interest rate prevailing in the market. يعني لما يكون سعر الفايدة في السوق 18 وانا ادي سعر فايدة 15 كده محدش هيجي لي، لكن انا اعلن عن ديسكاونت بقى. اعلن عن ايه؟ عن ديسكاونت. خد بالك من حاجة، الانترست ريت لما هتكون منخفضة يبقى أنت بتدفع فايدة منخفضة سنوية، لكن خصم الإصدار ده أنت هتخسره مرة واحدة بس. يعني أنت مرة واحدة هتقول أنا هدي خصم إصدار مثلا 2 جنيه لكل أو 2 دولار لكل سند، يبقى أنت هتخسر في عدد السندات، عدد السندات في 2 دولار هتخسر الخصم ده. لكن بعد كده أنت مستفيد بحاجة، إنك يبقى الانترست اكسبنس بالنسبة لك اقل من اي جهه اخرى. وبالطريقه دي طبعا طبعا المستثمر يهمه ان هو ياخد انترست انكم اكبر، لكن هي دي المعادله، هي دي الطريقه. اذا سعر الفايده بتاعك طلع اقل من سعر فايده البنك يبقى انت لازم تدي ايشو ديسكاونت. It is an income to the investor that should be used in adjusting the annual lower income received from bonds. يعني هو المستثمر هيستفيد بالخصم ده. يعني انا كمستثمر عامل زي اللي اشترى اذون الخزانه، عنده ايشو ديسكاونت كريدت. هو صح اسمه ايشو ديسكاونت لكن كريدت، هو يشكل ان ايرند ريفينيو. فبيعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه المؤسسات اللي بتشتري سندات بخصم؟ بتاخد الخصم ده وهو كريدت وتبتدي توزعه على السنوات المختلفه بطول عمر السندات، بحيث انها تعمل تسويات تؤدي الى سعر الفايده هناك قليل، تقوم تزود سعر الفايده او تزود الفايده القليله ديت او الانترست انكم اللي هيجي لها تزوده بجزء من الايشو ديسكاونت، تمام زي ما الصندوق استفاد من الايشو ديسكاونت اللي على التريجري نوتس. يبقى ذا ايشو ديسكاونت must be allocated to the mutual fund interest income from bonds over ايه بقى؟ over the lifetime of the term bonds. يعني تفضل التسويات المحاسبيه شغاله، كل سنه تاخد حته من الايشو ديسكاونت اللي هو الان ايرند ده وتضيفها باعتبارها income للسنه. ما انت بتستفيد منه، يعني بتستفيد منه ان انت ايه؟ عشان تعوض النقص في الانترست انكم. خد بالك انا بتكلم على مستثمر اشترى سند، السند صدر بخصم. اوكي؟ طيب لو كانت السندات صدرت ببريميوم، اتا بريميوم. يقول بقى، بقول this happens امتى بقى؟ This happens لما تكون الانترست ريت اون بوندز از مور ذان ذا انترست ريت بريفيلينج ان ذا ماركت. يعني البنك بيدي 18 انا اديت فايده 19، فاقوم اعمل ايه بقى؟ اروح قايل للزبون انت هتدفع لي جزء زياده غصب عنك، انا بدي لك سعر اعلى هاخد منك بريميوم، هاخد منك علاوه اصدار. فعشان كده بيقول لنا بقى thus the issue discount is an expense to the investor that should be used in adjusting the or reducing the annual higher income received from bonds. يبقى هنا هيبقى فيه عندنا thus the issue discount is an expense to the investor. يعني انا اسف، المفروض يتقال البريميوم بقى، ده هي issued at a premium، فالبريميوم ده بالنسبه للمشتري يعتبر مصروف. متصورين معايا؟ يعني انا عندي سند قيمته مثلا 100 جنيه سعر الفايده عليه 19%، فانا جيت قلت لهم يا جماعه اللي عاوز السند ب 19% ده هيدفع 105 جنيه مش 100 جنيه.
فهنا كل شركة بتشتري أو كل مستثمر بيشتري سند بيدفع 5 جنيه زيادة، فالخمسة جنيه دي بالنسبة له اكسبنس. أنا كمشتري كمستثمر الخمسة جنيه دي اكسبنس، الخمسة جنيه دي للشركة اللي أصدرت ده يعتبر بريميوم علاوة، يعني هو هيقبض $5 أو 5 جنيه لكل سند. لكن هي بالنسبة للمستثمر اللي هو صندوق استثمار في الحالة دي هتبقى بالنسبة له خسارة. هذه الخسارة هيستخدمها في إيه؟ في تخفيض الانيوال اير انكم ريسيفد فروم بوندز، ما هو عائد السندات هيبقى عالي، فتقوم تخفضه بإيه؟ تخفضه كل سنة بقيمة بجزء من هذا الايشو بريميوم. وعشان كده معلش يمكن غلطة في الصياغة، بس المفروض اللي فوق دي تكون ايشو بريميوم مش ايشو ديسكاونت، اللي هي تحت الاندرلاين تحت ذا بوند ايشود ات بريميوم، المفروض تقول كده ذاس ذا ايشو بريميوم. بقى الايشو بريميوم ده للشركة هو اكسبنس بالنسبة للانفستور، وعشان كده كمل الكلام كمل اهو، قول لنا ذا ايشو بريميوم ماست بي ديكريزنج ذا انيوال انترست انكم فروم بوندز اوفر ذا لايف تايم اوف ذا تيرم بوندز. بمعنى ايه؟ هو دخله هيزيد، الانكم بتاعه هيزيد، فيقوم يعمل ايه؟ يفرمله بقى شويه، بقى يفرمله بايه؟ بانه يعني ينقصه بنصيب السنه من الايشو بريميوم اللي على الكميه كلها. يعني انا سنوي كده هستخدمه، انا كل سنه انا عندي حسابات كشركه، والصندوق الاستثمار برضه عنده حسابات، فاللي اشترى ده يهمه حاجه، يهمه يعمل عمليه ليفلنج، عمليه تسويه، عمليه تسطيح للمبالغ ديت. يعني لو عنده ديسكاونت المفروض لو عنده ايشو ديسكاونت المفروض يعني يستخدمه في ان هو يزود العبء الانترست، ولو كان عنده بريميوم يستخدمه في تخفيض الانكم، وهكذا. يبقى انا عندي انترست انكم هنا وعندي انترست انكم هنا، فلو فيه ايشو ديسكاونت لازم استخدمه في التسويه، ولو فيه ايشو بريميوم استخدمه برضه في التسويه. المثال اللي جاي ده هيبين لنا، في بيقول لنا ان هنا كمباني ايه تيرم بوندز 25000 والانيوال ريت 8%، وبي تيرم بوندز 25000 جنيه والانيوال انترست ريت 13%، علما بان السنترال بانك انترست اند ديسكاونتنج ريت كانت 10%. يبقى فيه واحد اعلن عن 8% يعني اقل من 10، وفي واحد تاني اعلن عن 13% اللي هي اكتر من 10%. يبقى هنا المعيار المقارنة هو ايه؟ هو انا السند بتاعي هيظهر بفايدة 8%، طب البنك فيه كام؟ فيه 10%. طب انا هاصدر ب 13%، البنك فيه كام؟ فيه 10%. وقال هنا بيقول لنا بقى كومبيوت ذا ايشو ديسكاونت اند ايشو بريميوم اون ذا تو تيرم بوندز ريكوايرد وميك اوت ذا نيسيسري جورنال انتريز اون جانيوري 1 اند 31 ديسمبر 2017. وادي الانسر بقى، ذا انيوال انكم ديو تو ذا ميوتشوال فاند باي اند اوف 2017 من كمباني اي تيرم بوندز له 25000 في 8% يعني ب 2000 جنيه، وله من على الشركه بي له 13% يعني ب 3250، التوتال بتاعهم 5250. طيب الايشو ديسكاونت ان كمباني اي تيرم بوندز مقداره كام؟ ده مقداره 25000 في 2% ده يساوي 500 جنيه، ده الايشو ديسكاونت بتاعه. طبعا ده هيتقسم على كام؟ على 5 سنين، يبقى 500 على 5 يعني كل سنه نصيبها كام؟ نصيبها 100 جنيه. طب الايشو بريميوم بتاع كمباني بي تيرم بونز 25000 في 13 ناقص 10 يبقى 25000 في 3% في 750 جنيه، على 5 سنين يبقى 750 على 5 ب 150 جنيه. The journal entry shall be made for company A bonds and then for company B bonds. هنشوف هتيجي. ادي عندنا الانفستمنتس الاول ب 25000 اللي هي قيمه استثمارات او سندات اللي اشتريناها من كمباني A، وهندفع في الحاله دي عندنا في 500 ديسكاونت ايشو ديسكاونت 500، ودفعنا بالطريقه ديت 24500. طبعا العائد بتاعنا هنقول بانك اكاونت تو انفستمنت انكم 2000، لان العائد اللي عندنا كان بكام؟ كان 8%، ف 8% ده يساوي كام؟ احسبوها معانا كده لو سمحتوا،
احسب لي كده لو سمحت ال 8% في ال 25000 تعمل كام؟ لكن ما علينا، هو ادانا على طول، قال لنا بنك بنك تو انفستمنت انكم تو ريكورد انترست ايرند اند كولكتد اون كمباني اي تيرم بونز. وبعدين ده الانكم 2000، هعمل ايه بقى؟ انا هخفض هزود هذا الانكم بنصيب السنه من الايشو ديسكاونت. الايشو ديسكاونت 500 على 5 سنين، يبقى كل سنه لها 100، يبقى حول ايشو ديسكاونت ديبت وانفستمنت انكم كريدت. وهنا تؤجست طبعا انفستمنت انكم اكاونت باي ادينج 2017 شير اوف ذا ايشو ديسكاونت، نصيب السنه من الايشو ديسكاونت. يبقى كانه الانفستمنت انكم لانه منخفض في حاله الانترست القليله، فانا عاوز ازوده. هزوده ازاي؟ هاخد جزء من الايشو ديسكاونت واضيفه على الانفستمنت انكم. ال 2100 اللي ظهر عندك ديت انساها او اشطبها، لانها جايه في الحل بعدها على طول. اهو في اللي جايه بقى هنقول انفستمنت انكم ب 2100 الحساب الانكم اند اكسبنس اكاونت، بنقفل بقى تو كلوز اوت انفستمنت انكم از ات اند اوف 2017. وبرضه هنا بقول لك remember that the credit balance of the issue discount being an unearned revenue 400 shall be shown in the liability side of the balance sheet as at end of 2017 under the subtitle other credit balances. طبعا ال issue discount اللي ظهر هناك ده هيظهر في البالانس شيت في الليبيليتي سايد تحت مسمى other، او تحت عنوان تحت عنوان other credit balances او ارصده دائنة أخرى يعني. نشوف بعد كده قيود الشركة الثانية بقى، الاستثمارات ب 25,000 والبنك الشركة أو الصندوق دفع 25,750، فظهر عنده الإيشو بريميوم ديبت. يعني ظهر عنده عبء لأن هو بدل ما يدفع 25 دفع 25,750. هي المفارقة هنا في حاجة لو سمحتوا، يعني ان احنا يعني لو نبهكوا ليها، يعني ان هنا الايشو بريميوم، احنا فاهمين كلمة بريميوم معناها علاوة معناها مبلغ دائن، هنا ظاهر عندنا باعتباره مبلغ مدين، بينما الايشو ديسكاونت هناك اللي المفروض يكون ديبت المفروض يكون اكسبنس، ظاهر عندنا بمسمى كأنه ايراد كأنه كريدت، سجلناه كريدت. تمام زي الايشو ديسكاونت بتاع التريجري نوتس، ما احنا سجلناه كريدت وكل سنه بنقطع منه حته ونضيفها على السنه اللي استحق فيها باعتباره هناك ان ايرند ريفينيو، بنحوله لايرند ريفينيو. فمعلش الحته دي شويه ممكن تتعبك، اقراها من الكتاب عموما، يعني موجوده في الكتاب ما تقلقش منها يعني. وهنا تو ريكورد كمباني بي بوندز ات ا بريميوم، فهنا البريميوم مش معناه هو علاوه للي اصدر السندات، لكن المستثمر بالنسبه له مش علاوه، خدوا بالكم من دي. يعني انا كراجل مصدر للسندات، كشركه اصدرت السندات او كحكومه اصدرت السندات، اتى بريميوم ده مكسب للمصدر، لكن بالنسبه للمشتري ده عبء طبعا، ده بالنسبه له خساره، ده بالنسبه له ديبت. المسمى هو المسمى بس اللي يعني مش دقيق قوي قوي. لما اقول ايشو بريميوم علاوه اصدار، علاوه اصدار معناها انا خدت من اللي بيشتري مني علاوه، أنا كشركة دفعته 25,750 بدل 25,000. لكن أنا غصب عني كمشتري هقول الاستثمارات ب 25,000 وأقول العلاوة الإصدار ديت بالنسبة لي تكلفة، بالنسبة لي عبء عليا، بالنسبة لي لود يعني تشارج. وعشان كده الإيشو بريميوم ظاهر ديبت، بينما في اللي قبلها كان الإيشو ديسكاونت ظاهر كريدت. وطبعا هنا هقول بانك تو انفستمنت انكم هيجي لي دخل طبعا زياده، هقول تو ريكورد ذا انترست ايرند اند كولكتد اون كمباني بي تيرم بونز، هسجل طبعا زياده لانه سعر الفايده بتاع الشركه الثانيه اعلى 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 بكثير قوي من سعر البنك، البنك بتاع 10 هو بيدي 13. وبالطريقه ديت الانفستمنت انكم بقى بتاعه لازم يقل وينقص بقيمه نصيب السنه من الايشو بريميوم. احنا عندنا الايشو بريميوم 750 على 5 سنين، يبقى كل سنه لها 150، وعشان كده الانفستمنت انكم اللي زاد بقى ب 3250 لازم نقتص منه او نقلله وناخد منه نصيب السنه من الايشو بريميوم ده.
واقول investment income debit وايشو بريميوم كريدت. طبعا ده تو ادجست investment income باي باي deducting 2017 شير اوف ذا ايشو بريميوم. وبعد كده هيتبقى لي طبعا 150 اخدها من 3250 هيتبقى لي 3200، يبقى الانفستمنت انكم ريسي على 3200 او الانفستمنت انكم تو انكم اند اكسبنس اكونت لسنه 17. اوكي هي دي معلش هي دي شويه مش مريحه السندات ديت للاسف الشديد. نيجي بعد كده بقى بقول لك ريمبر اجين ذات ذا ديبت بالانس اوف ذا ايشو بريميوم بينج ديفيرد ريفينيو and deferred revenue expenditure يعني هو مصروف ايرادي مؤجل shall be shown in the asset sides the asset side of the balance sheet as at end of 2017 under the subtitle other debit balances. طبعا زي ما الايشو ديسكاونت ظهر باعتباره اللي هو بتاع الفتره اللي جايه ظهر باعتباره other credit balances liability ده هيظهر باعتباره other debit balances كاسيت بس سماها ايه؟ سماها deferred revenue expenditure. يعني ايه deferred revenue expenditure؟ يعني مصروف ايرادي مؤجل. يعني هو بطبيعته مصروف وهو بطبيعته ايرادي، يعني مصروف لازم لتحقيق الايراد. ولكنها مؤجل زي ايه مثلا؟ زي تكاليف الحمله الاعلانيه، لما بعمل حمله اعلانيه بتقعد 3 سنين. يبقى نصيب السنه دي ده advertising expense، لكن السنين اللي جايه او السنتين اللي جايين ده اسمه بنسميه بيظهر في البالانس شيت كاسيت وبنسميه deferred revenue expenditure. نيجي بعد كده لقضيه ثانيه وهي قضيه تقييم الاستثمارات revaluation of securities as at end of the financial year. يعني لازم ده من واجبات طبعا صندوق مدير الاستثمار من واجباته من واجب مجلس الاداره انه يتعمل اعاده تقييم واعاده نظر الى القيمة البورتفوليو بتاع الاستثمارات لان الصندوق كله شغله في استثمارات يعني عنده اكوام من الاستثمارات سندات على اسهم على شهادات على ودائع على اشكال كتيرة ومختلفة يعني لا تكاد يعني تحصر بسهولة يعني ومبالغها ضخمة جدا جدا فلازم قال لك ديت لازم يعاد تقييمها في نهاية السنة يعني في نهاية كل سنة لازم المدير الاستثمار ومجلس الإدارة لازم يشوفوا ويجيبوا الخبراء الماليين ويقيموا الاستثمارات بتاعة الصندوق ويشوفوها زادت ولا نقصت المحفظة الموجودة يعني هل زادت ولا نقصت ما هي موجودة قدامك طول السنة بس ممكن تزيد وممكن تنقص طبعا في بعض الأوراق هتزيد وفي بعضها هينقص والسؤال هنا لما تزيد الزيادة الناتجة دي هنسميها إيه طب ولما تنقص هنسمي النقص ده ايه؟ طبعا بالبلدي كده احنا بنسمي الحاجات ديت اللي هي حصل فيها ما بعناهاش احنا ما بعناش وما حققناش ربح حقيقي ولا خساره حقيقيه لكن هي موجوده عندنا بس السؤال لما تكون فيها زياده قيمتها زادت اسمي الزياده دي ايه؟ طب لما تكون نقصت اسمي النقص ده ايه؟ فهنا قال لك ايه؟ قال لك هي مش موجوده عندك يعني انت تستحوذ عليها يعني هنسميها ديت لو كانت ربح هنسميه أرباح حيازة، أرباح إيه؟ حيازة، يعني أنت تستحوذ على شيء وهذا الشيء زاد، ولو حصل نقص في قيمته هنسميها خسائر حيازة، يعني أنا أستحوذ على أوراق مالية أو على أصول معينة وهذه الأصول قيمتها قلت، يبقى دي خسائر حيازة، خدوا بالكم من الألفاظ دي، أرباح الحيازة وخسائر الحيازة، فهيبقى فيها عندنا حاجة اسمها withholding gains and withholding losses. أنا بدي كمثال أنا قلت الفكرة هو مش هعيدها تاني من الكتاب هنا لكن بقول لك assume that the book value of securities owned by Blatin Fund by the end of 2017 totaled 500,000 ده البوك فاليو بتاعتها لكن the market value of 60% of securities amounted to 285,000 يعني 60% منها بقت 285 وايه كمان والباقي طيب هو as the market value of the other 40% of securities قيمتها وصلت ل 250,000 يبقى انا لازم هقول كده ال 60% من ال 500,000 يعني كام؟ يعني 300,000 300,000 بقت 285,000 يبقى زادت ولا نقصت؟ طبعا شيء طبيعي انها تكون نقصت نقصت بكام؟ ب 15,000 اهي دي بنسميها خسائر حيازه طب ال 200,000 التانيين
اللي هم 40% من ال 500 ألف دول بقوا كام؟ دول بقوا عندنا هنا هو ذا ماركت فاليو، دول بقوا 250,000، يعني هم اصلهم 200 بقوا 250، يبقى فيهم زياده ب 50، يبقى انا عندي هنا كان عندي ارباح حيازه ب 50,000 على جزء، وعندي خسائر حيازه ب 15,000 على جزء ثاني. ما انت مش هتلاقيهم كلهم زادوا ولا كلهم نقصوا، في بعضهم زاد وبعضهم انخفض، وبالتالي بتحسب الزياده وتسميها ارباح حيازه، والنقص بتسميه خسائر حيازة. وهنسجل اهو، هنقول بقى withholding losses، خسائر الحيازة ب 15,000 لحساب الانفستمنتس، و that to record the withholding losses sustained on 60% of securities، بينما الانكم اند اكسبنس هنقفل فيه ال 15,000 ديت، وهنقول انكم اند اكسبنس اكونت تو withholding losses، وهنا to close out with holding losses account and to charge طبعا هي 2017، بس دي برضه غلطة في الطباعة، هي المفروض 17 وليست 14، لكن ما تفرقش معاك في حاجة السنة نفسها. بعد كده في أرباح حيازة، يبقى هنخلي الانفستمنتس تزيد، يبقى خسائر الحيازة نقصت الاستثمارات، بينما أرباح الحيازة زودت قيمة الاستثمارات. هنقول investments debit ب 50,000 withholding gains credit ب 50,000، اللهم الا بالنسبه لارباح الحيازه لازم، وده حسب قوانين الحاكمه لصناديق الاستثمار، لازم هذه الارباح الحيازه تنقسم الى قسمين، قسم كانه قسم راس مالي يروح capital reserve account، وقسم ايرادي يحمل على ايراد السنه وهيوديوه الانكم اند اكسبنس اكاونت. يبقى الويز هولدنج جينز 50% منها بتروح للكابيتال ريزيرف اكاونت تدعم المركز المالي او الاكويتي بتاعت الصندوق، و 50% الثانيه بتروح للانكم اند اكسبنس اكاونت بتاع الصندوق. This to close out with holding gains. ده شرط اساسي، ومن الحاجات دي اللي جت في القانون، يعني برضه ديت مش تاليف اي حد، مش تاليف اي دكاتره ولا اساتذه ولا كلام من ده، دي جت في القانون ان في ارباح الحيازه تنقسم الى قسمين، 50% تروح للصندوق و 50% تروح كابيتال ريزيرف. نوتس ذات ذا withholding gains ار ديفايدد ايكوالي بتوين يعني being available for distribution اللي هي by crediting income and expense and being reserved to support equity by crediting capital reserve account. في أول حاجة في موضوع اللي هو إيه؟ الـ investments أو آسف اللي هو الـ withholding gains. نيجي بعد كده لعملية بقى ده الاستثمارات، اتكلمنا على شرائها، اتكلمنا على بيعها، اتكلمنا على التقييم بتاعها أو إعادة التقييم بتاعها. دلوقتي بنتكلم على بقى الريديمشن اللي هو ايه؟ اللي هو استرداد وثائق الاستثمار او ريديمشن اوف انفستمنت سيرتيفيكيتس. والريديمشن ده معناه ايه؟ معناها ان اصحاب الوثائق هيروحوا يرجعوها، هيروحوا يرجعوها لمين؟ للصندوق او للصناديق اللي هم مستثمرين فيها. واحنا عندنا يعني عشرات الصناديق ما شاء الله، يعني كتير قوي قوي في البنوك بالذات، ماليه البنوك كلها. مكان ما تروح في اي بنك في خدمه العملاء يقول لك تعالى انت معاك قرشين في الحساب الجاري بتاعك، مش عاوز تستثمر، مش عاوز تشتري شهادات، ده احنا بندي نسبه فوائد عاليه قوي قوي، تعالى شوف الشروط، اول ما قلت اه يطلع لك الورق ومضيق بقى وخلاص اتبلشفت يا باشا. ولما تحب تسترد شهاده خليك فاكر هتخسر في الاسترداد بتاعها. لكن نيجي نشوف مع بعض. بيقول لنا هنا ذا ريديمشن اوف انفستمنت سيرتيفيكيتس ان اوبن اندد فاندز، طبعا لازم يكون الفاند اوبن اندد، لو كلوزد اندد ما فيهوش ريديمشن لا. This means that some certificates holders apply to redeem or restore back the value of their certificates. The management of the fund will have to respond to these requests. However, Article 177 of the Executive Regulations of the Law of Capital Market has determined the way to compute the redemption value of investment certificates at any time during the financial year as follows. اللائحة التنفيذية في قانون رأس المال في مصر حددت طريقة حساب الريديمشن بتاعة الوثائق ديت، وثائق الاستثمار.
فقيمه قيمه اسميها القيمه الاسترداديه للوثيقه هتساوي النت ماركت فاليو اوف اسيتس ناقص الاوبليجيشنز على عدد الوثائق اللي هي موجوده او المصدره او الساريه المفعول في وقت الاسترداد. النت ماركت فاليو اوف اسيتس از تو بي كومبيوتد از فولوز. طبعا دي حاجات بقى تفصيليه انت كزبون يعني ما بتشوفهاش، ما بتعرفش البنك عمل ازاي الكلام ده. فبقول لك هنا في سيكيورتيز اللي هي جايه على البورصه بتاخد العبره بالديلي طبعا ديلينجز تو بي فاليود ات لاست كلوزنج برايسز بحسب اسعار الاقفال الاخيره يعني. لو كانت يعني ليس اكتف سيكيورتيز وليستد برضو على الاس اي ام، طبعا هنا ديلينجز ار ريجولار والاستخدام بتاعها مش منتظم، وانس ليس ذان باي ويكلي واقل من مره كل اسبوعين تو بي فاليود ات ليست ات لاست ديلينجز برايسز او برايس اور ان استيميتد فاليو باي ذا انفستمنت مانجر ويتش ايفر ذا ليس. يعني لو كانت الاوراق الماليه دي ما عليهاش طلب كتير ويمكن كل اسبوعين مره حد بيتعامل عليها الوثائق الاسهم ديت او الاوراق ديت، انا اسف اللي هي الاوراق الماليه الاوراق الماليه لو كانت كده يبقى لازم طبعا نتحفظ في مساله ان احنا نقول ايه اسعار الاقفال. هنا يترك الامر لمدير الاستثمار ان هو يحدد قيمه هذه الاوراق طبعا، والاسوء منها وابطا منها يعني طبعا دي ديلينجز ار ريجولار وانس مور ذان يعني باي ويكلي تو بي فاليود ات كوست برايس اور ان استيميتد فاليو باي ذا انفستمنت مانجر ويتش ايفر ذا ليس، برضه هنا بسعر التكلفه او كما يحدد المدير المالي ايهما اقل، قصدي مدير الاستثمار ايهما اقل. اوكي كمل. طبعا لو كانت فورين سيكيورتيز وفورين كرنسيز لو كانت استثمارات اجنبيه طبعا ديت تو بي ترانسليتد انتو ايجيبشن باونز وذ ريفرنس تو ذا بريفيلينج يعني فري اكسشينج فري ماركت فورين اكسشينج ريتس او برايسز. لو فيه اصول اخرى من ضمن ممتلكات الصندوق to be valued at their net realizable value اللي هي ال NRV. other debit balances such as accrued incomes طبعا ديت to be valued at their book value بنفس القيمة الدفترية بتاعتها. طبعا ديت كلها ما تهمكش قوي قوي، احنا اللي يهمنا انها يعني في النهاية بيتم طبعا تقييم وبيتم تسعير ممتلكات او نسميها يعني ما يملكه الصندوق من اصول مختلفة من استثمارات مختلفة اسهم وسندات وعملات الى اخره. طبعا الليابيليتيز زي البنك لونز والاكرود اكسبنسز والكوميشنز بيبل والفيز بيبل واي ريتس بيبل كلها ديت، طبعا ديت بروفيجنز تو ميت بروبابل اكسبنسز يعني هي مش باينه ايه هي. طبعا ديت هتقيم كلها بالقيم الدفتريه بتاعتها يعني البنك لون او الاكرود اكسبنسز او الكوميشنز بيبل او الفيز بيبل كل ديت تقيم ب البوك فاليو بتاعتها. البروفيجنز تو ميت بروبابل اكسبنسز اند لوسز نفس الشيء برضو حسب القيم الدفتريه بتاعتها. however redemption of certificates may be paused or temporarily halted in the following circumstances. يعني عملية استرداد الوثائق ممكن تتوقف وممكن إدارة الصندوق توقفها في الحالات الآتية. يعني لما يكون فيه there is a large يعني number of concurrent redemption claims، لما يكون فيه طلبات استرداد كتيرة قوي، زحام كتير، كل عاوز يرجع. طبعا ساعتها يوقفوا الاسترداد دون. يوقفوا التعامل عليه. when there is a liquidity shortage لما يكون في عجز في السيوله في الصندوق. لما يكون الريديمشن فاليو اوف سيرتيفيكيتس از فولينج داون لما تكون قيمه الوثائق ديت او الاستثمارات واطيه قوي قوي لان كل استثماراته هبطت ووقعت. when there is يعني an
emergency, an emergence of a force majeure, يعني لو ظهرت قوة قهرية يعني تعوق زي الأوبئة اللي بتحصل دلوقتي وبتعطل أعمال مالية كتيرة وأعمال صناعية وسفر وطيران وحاجات كتيرة. طبعا ديت كلها يعني أسباب تؤدي إلى إن ممكن الصندوق يعني يقول لك أنا إيه مش هصرف، تعالنا بعد أسبوع، تعالنا بعد الكورونا إلى آخره. يعني طبعا دي كل ده تصورات لكلمة فورس ماجور، يعني القوة القهرية ديت ممكن تكون أي شيء. يعني نكمل وهناخد مثال، يعني ايه اللي يهمني بقى في اللي فات ده كله؟ المثال. ها، لان المسائل احنا بنركز على المسائل اللي تشبه الامثله دي. عندنا هنا نفترض ان احنا عندنا الماركت فاليو لاي صندوق من الصناديق كانت 110 مليون، بينما الاوبليجيشنز 30 مليون. انا مش هقول لك بقى هتتقيم ازاي، انا بدي لك القيمه جاهزه على طول. And the number of investment certificates standing، وعدد الوثائق الساريه وقتها كان 180 الف وثيقه. والسيرتيفيكيتس ابلايد فور ريديمشن وير 20,000، يعني من بين ال 180,000 في ناس عندهم 20,000 وثيقه راحوا يستردوها. وبالتالي بيقول لنا كومبيوت ذا ريديمشن فاليو بير سيرتيفيكيت اند ذا انيشيال توتال اماونت اوف ذا ريديمشنز بيبل، والمبلغ اللي هيترد بيه للناس اللي هم تقدموا بطلبات الاسترداد. ففي هذه الحاله بنقول ذا ريديمشن فاليو بير سيرتيفيكيت هتساوي طبعا الاصول كلها ناقص الاوبليجيشنز على عدد الوثائق، 110 مليون ناقص 30 مليون على 180 الف وثيقه. ده بيساوي يساوي ده يساوي 80 مليون اللي هي 110 ناقص 30، 80 مليون جنيه على 180 الف، هتطلع قيمه الوثيقه الواحده 444.44 من 100. ده بالنسبه لنا عنصر حاكم ان بقت الشهاده قيمتها كام؟ 444.44. يبقى بالطريقه ديت انا عندي كام شخص متقدمين؟ متقدمين بال 20,000. يبقى ذا انيشال اماونت اوف ذا ريديمشن بيبل، المبلغ الاصلي يعني، هيساوي عدد الوثائق المطلوب استردادها في الريديمشن فاليو بير سيرتيفيكيت، هيساوي 20,000 سيرتيفيكيت في 444.44 يساوي 8 مليون 888 و800. ده القيمه اللي هي نسميها الاوليه، القيمة المبدئية. لكن هل احنا فعلا لما هنرد القيمة المبدئية ديت كلها لاصحاب الوثائق؟ طبعا لا. وعشان كده في عندنا حاجة اسمها الريديمشن كوميشن بقى. الريديمشن كوميشن عمولة الاسترداد. The redemption commission represents a charge the mutual fund imposes on certificates holders who decide to redeem their certificates. This commission is divided equally between the mutual fund and the founder bank which has established that mutual fund. The redemption commission is calculated according to the following equation. ودي برضه معادلة مش من تأليفنا احنا، دي معادلة نصت عليها لوائح صناديق الاستثمار، لوائح إنشاء صناديق الاستثمار. بتقول لنا الريديمشن كوميشن تساوي الار في، والار في دي عباره عن الريديمشن فاليو بيبل اللي هي 8 مليون 888,800 مضروبه في دي على 365. دي ديت اللي هي نمبر اوف دايز، عدد الايام من تاريخ الاصدار لتاريخ الاسترداد، يعني بيعدوا الايام، بتعد بالايام مش بالشهور. يبقى دي على 365 في الار سي ار. ايه هي الار سي ار؟ اللي هي الريديمشن كوميشن ريت، اللي هي يعني بنسميها ايه، يعني سعر عموله الاسترداد. طبعا لازم يكون في سعر، ولازم يكون السعر ده معروف ومحدد. يعني نكمل، هيقول لنا بقى هنا assume in the previous example that the period from the date of issue to the date of redemption it was مثلا 1387 يوم، وان الريديمشن كوميشن ريت هي 0.5%. كومبيوت ذا ريديمشن كوميشن ديدكتبل فروم ذا هولدرز اوف ذا ريديمد سيرتيفيكيتس. هنطبق القاعده وهنقول الريديمشن كوميشن تساوي الار في في عدد الايام اللي هو دي على 365 في 0.5% اللي هو الار سي ار. هيطلع عندنا العموله مقدارها كام؟ 168,887.2. يبقى هنقول في الحاله دي بقى redeemed certificates ب 8,888,800 لحساب الريديمشنز بيبل. ده من حيث المبدا، ده القيمه الاصليه. To record the redemption value of 20,000 certificates.
الريديمشنز بيبل ديت بقى هنقول عليها ايه بقى؟ هنقول هندفع جزء في عندنا ريديمشن كوميشن، احنا حسبناها من شويه اللي هي 168,887.2، والباقي طبعا البنك هيدفعه لاصحاب الوثائق. يبقى اصحاب الوثائق هيخسروا 168,887.2. البنك بيدفع الصافي بعد خصم العموله. العموله دي بقى بتتقسم ازاي؟ العموله ديت الريديمشن كوميشن اللي هي 186,887.2 بتتقسم على 2، نصها رايح او 50% رايح للصندوق نفسه للانكم اند اكسبنس اكاونت، و 50% رايحه للفاوندر بانك للبنك اللي اسس الصندوق. يبقى كانه البنك برضه بيكسب في عمليات الاسترداد ديت، بيبقى له نسبه 50% من عمولات الاسترداد بياخدها، يعني حقه، هو ده حقه، القانون بيديله هذا الحق. طبعا ده تو ريكورد ذا ايه؟ ذا تشارجنج اوف ريديمشن كوميشن، ذا شيرنج، انا اسف، ذا شيرنج اوف ريديمشن كوميشن ايكوالي وذ ذا فاوندر بانك. ادي الريديمشن كوميشن بتتقسم بالتساوي مع الفاوندر بانك، البنك اللي هو المؤسس. طبعا هنا ريديم سيرتيفيكيتس اكاونت ديبت بالانس shall be deducted from holders certificates in the equity section of the liability side of the balance sheet. طبيعي ال redeemed certificates ديت هتطرح طبعا من قيمة الوثائق كلها. انا عندي وثائق كانت بالشيء الفلاني، واحنا في النهاية حسبنا طبعا قيمة الوثيقة الواحدة تساوي كام، لكن عموما ال 8,888,800 هيطرحوا في الايكوتي سيكشن من الكابيتال بتاع الصندوق. ليه؟ لان دي كانت وثائق وهي جزء من الايكوتي او من البيض اب كابيتال، وحاليا اتسحبت يعني ما عادتش موجوده، وقصادها طلع كاش، وقصادها طلعت عموله، جزء منها هيروح في الانكم اند اكسبنس اكاونت وجزء منها هيروح للفاوندر بانك. نكمل نشوف. طبعا فيه هنا ريماركس او فيه يعني ايضاحات. ريديمد سيرتيفيكيتس اكاونت ديبت بالانس بكذا شال بي ديدكتد فروم هولدرز certificates in the equity section of the liability side of the fund balance sheet. That is to say it is a reduction in paid up capital بتاع الصندوق. The bank account is credited on the assumption that holders of redeemed certificates claims were paid out by checks after deducting the redemption commission. طبعا البنك شيء طبيعي البنك يتعمل كريدت لانه بتتسحب من رصيد الصندوق في البنك الاسترداداد ديت كلها. وطبعا هنا الفاوندر بانك اكاونت از كريديتد ويز 50% اوف ذا ريديمشن كوميشن، ذات تو سي ات از ا لايبيليتي اون ذا ميوتشوال فاند، يعني لغايه ما يسدد المبلغ ده للفاوندر بانك ده بيظهر لايبيليتي على البنك. نيجي بقى لقضيه ثانيه بقى بعد ما لغينا بقى الاستثمارات ديت، تمام؟ زي ما في الكوربوريشنز لغينا اللي هي بسميها الريديمبل بريفرنس شيرز، احنا هنا هنعمل عمليه ري ايشو او ري سيل للريديم سيرتيفيكيتس. يعني ازاي بقى نعمل عمليه اعاده اصدار للوثائق المسترده او الوثائق اللي انتهى اجلها واصحابها استردوها وما عادتش شهادات استثمار خلاص. طبعا هنا بيقول لنا ان اوبن اندد ميوتشوال فاندز ذا ريديم سيرتيفيكيتس ار يوزوالي اوفرد فور ري سيل to new investors in order to maintain paid up capital unreduced. The resale price may be equal to or more than or less than the nominal value of the redeemed certificates depending on the demand on investment certificates. يعني وانا بعيد استرداد ده ربما استردها، يعني اعمل لها اعادة اصدار بنفس القيمة اللي كانت هي سجلت بيها redeemed certificates كلا رصيد ديبت، وربما باكتر وربما باقل. طبعا اكتر او اقل ده معناه ان هيبقى فيه عندنا ري ايشو ديفرنس، هيبقى فيه عندنا فرق اعاده اصدار. Thus under cases B و C اللي هم في حاله الزياده وفي حاله النقص there will be a logically a credit or a debit difference. This difference is called ري ايشو ديفرنس accounts. وانا عامله لك بالبولد عشان تفتكروا، يبقى فيه عندك هنا ري ايشو ديفرنس accounts. وهناخد مثال، هنفترض انه 50% من الريديند سيرتيفيكيتس اللي فاتت ديت
were issued for 4 مليون، يعني هم تم يعني إعادة إصدارهم ب 4 مليون. While the other 50% were reissued for 5 مليون. طبعا الأولانيين هم كانوا هناك 888,000 و800 يعني مبلغ ضخم، فكوني أنا هعمل ريشو بأربعة يعني معناها إن في خسارة بالنسبة لي، بينما نفس الشيء النص الثاني هبيعه بخمسة أو أعمل له ري إصدار بخمسة مليون، معناها إن في عندي كريدت ري إيشو ديفرنس، هو يا إما ديبت يا إما كريدت. Compute the credit and the debit reissue difference and record the events in the general journal of the mutual fund. وهنشوف هنا مع بعض، ادي هنقول البنك اهو 4 مليون، وادي الديبت ريشو ديفرنس ب 444,400، وهو ضاع نصهم، انا اسف، هو كانوا كلهم 8,888,800، فنصهم 4,444,400. طبعا ريديمد سيرتيفيكيتس كده اتعمل، هو كان ديبت ب 888، انا اسف، ب 8,888,800، اديه اتعمل كريدت بالنص الاولاني ب 4,444,400. وطبعا نتيجة العملية ديت، لان احنا عملنا اعادة الاصدار ب 4 مليون بس، ظهر عندنا ديبت ري ايشو ديفرنس بالفرق اللي هو 444,400. طبعا النص الثاني او الجزء الثاني هنقول البنك ب 5 مليون، والريدين سيرتيفيكيتس برضه النص الثاني ب 4,444,400، لكن هيكون فيها عندنا كريدت ري ايشو ديفرنس ب 555,600. وطبعا ده تو ريكورد ري ايشو 50% اوف ريديمد سيرتيفيكيتس، ريديمد متكرره مرتين، معلش اعذرونا يعني فيها عندنا اخطاء كده بسيطه يعني، اوف ريديمد سيرتيفيكيتس ات ا بروفيت، هنا ال 50 الثانيه ديت ريديم ري ايشود ات ا بروفيت. وطبعا هنا هنقول الانكم اند اكسبنس هيتعمل ديبت بالديبت ري ايشو ديفرنس، بينما الكريدت ري ايشو ديفرنس هيتعمل ديبت، والانكم اند اكسبنس اكونت هيتعمل كريدت بقيمه اللي هو الكريدت ري ايشو ديفرنس، كانه الديبت ري ايشو ديفرنس هيتقفل في الانكم اند اكسبنس، والكريدت ري ايشو ديفرنس هيتقفل فين؟ في الانكم اند اكسبنس اكونت. طبعا الاولاني تو كلوز اوت ذا ديبت، والثاني تو كلوز اوت ذا كريدت ري ايشو ديفرنس اكونت. نكمل، في عندنا برضه هنا نقطة مهمة وجميلة وبسيطة قوي قوي، وهي الريت اوف ريتيرن اون انفستمنتس او الار ار اي، ودي طبعا بتحتاج برضه نفهم معناها ايه ونشوف مثال على الحساب بتاعها شكله ايه. يعني هنا بيقول لي ذا ميوتشوال فاند ديستريبيوت او ميوتشوال فاندز ديستريبيوت ذير ريتيرنز تو انفستورز اون تو بيسز ديبندينج اون ذا ارتكلز اوف اسوسيشن اند بروسبكتس. في بيريوديك ريتيرنز اللي هو العوائد الدوريه، ريتيرنز ار بيد ات اند اوف بريديتيرمند تايم انترفلز. This satisfies the investors who aim at receiving periodic payments on their certificates. وفيه نوع تاني cumulative returns، وده بيقول لك انا مش هدي لك فايدة سنوية، مش هدي لك ربح سنوي، انا هدي لك returns are retained by the mutual fund for further reinvestment. And this is when investors aim at maximizing the capital value of their certificates. يعني فعلا في وثائق ليها عائد بيجي لك كده ربع سنوي بيضاف على حسابك الجاري في البنك، وفي وثائق تانية حسب نوعها ما بيضيفلكش اي حاجة، لكن لما تحب تستردها تلاقيها قيمتها عليت، يعني تلاقي قيمتها زادت، قيمتها الرأسمالية زادت. هنا the rate of return for mutual funds whether يعني open ended or closed ended which make periodic payments to investors can be computed as follows. عندنا هنا لو كان الصندوق open ended وبيدي عائد دوري، فهنقول ال RRI اللي هو معدل العائد بتاعه وال rate of return on investments ده يساوي C1 minus C زائد P على C. C1 minus C مديها لك تعريفاتها كلها، C1 اللي هي certificates value في نهاية الفترة، و C هي قيمتها certificates value at the beginning of the period، و P هو profit distributed during the period. وطبعا لو كان بقى الصندوق ما بيوزعش يبقى ال RRI ديت هتبقى C1 minus C على C في 100، ما فيش B، يعني هنا عنصر اللي هو الريتيرن ده او عنصر البروفيت ديستريبيوتد ديورينج ذا بيريود هيختفي من المعادله خالص. وشوف ده برضه بمثال بسيط، يعني ادي
It assumes that the value of the investment certificates of an investor in an open-ended mutual fund were at end and the beginning of the first quarter of 2015 كانت مثلا 175,000 و160,000 respectively. The mutual fund had made a distribution to that investor during the quarter then ended ب 5,000 دفعوا له كان عائد ب 5,000 ف compute the rate of return on the mutual fund يعني أو compute the rate of return the mutual fund has achieved to the investor يعني هو حقق للانفستور عائد قد ايه وبعدين بقول لك recompute the RRI if the mutual fund returns were cumulative يعني لو كانت non cumulative او لو كان فيه return احسب ولو ما كانش فيه return احسب بنفس الارقام يعني وبالتالي ال RRI في الحالة الاولانية C1 minus C على C زائد B او C1 minus C زائد B على C وده يساوي 175,000 ناقص 160,000 زائد ال 5,000 اللي هو العائد الدوري ده 5,000 على 160,000 اللي هي القيمة في بداية الفترة يبقى ده هيساوي 20,000 على 160,000 في 100 ده يساوي 12.5% يبقى هنا كده معدل العائد على الاستثمار لهذا المستثمر يستطيع أن يدعي إنه الاستثمار بتاعه بيجيب له 12.5% But if the mutual fund returns were cumulative rather than periodic لو ما كانش في عائد دوري هنقول 175,000 ناقص 160,000 على 160,000 في 100 هتبقى 15,000 على 160,000 في 100 تساوي 9.4% طبعا واضح ان المعدل بتاع ال RRI لما ما يكونش فيه عائد دوري بيكون طبعا العائد ده بيكون اقل مش عاوزه كلامي نكمل بعد كده النت بروفيت يعني طبعا لازم الانكم قصدي الميوتشوال فاند لازم يكون هيكون له نتائج في اخر السنه هيكون له في ارباح والارباح دي طبعا بتتقفل فين بتتقفل في البروفيت اند لوس ابروبريشن اكاونت ويبقى احنا عندنا هنا في القيد الاولاني في اخر ديسمبر انكم اند اكسبنس اكاونت بتاع 2017 لحساب البروفيت اند لوس اهو ابروبريشن اكاونت وطبعا ده to close out the credit balance of income and expense تمام زي income summary اللي ما بنقفله في profit and loss appropriation account by end of the year طبعا ده بيحصل في نهاية السنة الكلام ده وفي الآخر القيد اللي بعد منه بقى هنوزع فعلا بقى ادي profit and loss appropriation account هو كان credit هنخليه debit ونشوف بقى هندي قد ايه للبورد اوف دايركتورز يعني بورد اوف دايركتورز reward payable الديفيدند payable هندفع لأصحاب رأس المال ديفيدند الفاوندر بانك هيبقى له مبلغ فيه ديفيدندز بيبل تو سيرتيفيكيتس هولدرز فيه ديفيدندز بيبل تو امبلويز فيه ريزيرفز ممكن يكون فيه ريتيند ايرننجز الى اخره كل ده طبعا تو ديستريبيوت ذا نت بروفيت اوف ذا يير تو ذا ديفرنت بارتيز انتايتلد تو ريسيف ذيس بروفيتس لكل الاطراف المعنيه بالحصول على هذه الارباح نيجي بقى للليكويديشن اوف ميوتشوال فاندز اخر نقطه وبعدها طبعا بيست ويشز فور يور سكسس بنقول هنا ليكويديشن يعني ليكويديشن يعني متى يصفى صندوق الاستثمار يعني هي دي قضيه مهمه برضو امتى يتقفل الصندوق هل هيفضل هو طبعا مدته 25 سنه القانون ادالهم حق 25 سنه لكن هل ممكن يتقفل قبل 25 سنه ممكن طبعا امتى بقى عندنا عدة حالات اهي نمرة واحد طبعا بقول لنا هنا the mutual fund is liquidated in the following cases في الحالات الآتية number one when the number of investment certificates has fallen down to 50% of the total investment certificates issued and allotted unless the majority of certificates holders decide on going on of the mutual fund يعني لو عدد الوثائق حصلت استردادات كتيرة فنص الوثائق تم استردادها واتبقى 50% يبقى يصفى الصندوق الا اذا ال 50% اللي باقيين دول يقولوا احنا عاوزين نكمل رغم اللي حصل ده. ده حاله دي حاله من الحالات. الحاله الثانيه when the number of investment certificates has fallen to 25% of the total investment certificates issued and allotted. Then the mutual fund becomes automatically liquidated. أما لو هبط ل 25% يعني لو عدد الوثائق المستردة 75% واتبقى 25 يبقى من غير قيد أو شرط يصفى الصندوق.
وإيه كمان؟ when the lifetime of the mutual fund which is 25 years or less expires، ولما تنتهي مدة ال 25 سنة حتى لو كانت الوثائق كلها سارية المفعول، لازم يصفى بعد ال 25 سنة. هنا برضو آخر حاجة، when achieving of the objectives of for which the mutual fund was established or when realizing that under the prevailing circumstances the objectives of the mutual fund will never be achieved. يا لما يكون الأهداف ما تحققتش، ولما يكون فيه يعني انطباع قوي وقناعة كاملة انه في الظروف الحالية ظروف سيئة، ظروف غير مواتية، اقتصادية، مالية، اجتماعية، ايا كان، اذا كانت هذه الظروف تقول انه عمر الصندوق ده ما هيحقق اهدافه. احنا كنا عاوزين انه يعمل عملية تشجيع للاستثمار وتشجيع لمصادر التمويل، والصندوق يقدر يعني يكون فلوس ويقدر يقدم قروض للشركات الصناعية وغيرها ومشروعات التعمير إلى آخره، فإذا الهدف ده لقينا مش هيتحقق يبقى الأفضل نقفل الصندوق ونخلص منه بلا شك. طبعا طبعا ديت نهاية الصندوق يعني. طبعا في حاجات تانية في الكتاب أنا ما رضيتش أتعرض لها، زي موضوع الاكسبنسز انا ما رضيتش اتعرض له لان الموضوع بسيط، لو حبيت تبص عليه كده كقرايه عاديه كانك بتقرا جورنان اقراه، لكن ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش حتى عليه اسئله ولا امثله ولا 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 فيه اي حاجه رقميه في القانون، يعني ما جاش فيه حاجه غير انك انت بتتكلم فقط على الاكسبنسز انواعها ايه واشكالها ايه والنسب بتاعتها ايه، مش اكتر من كده. طبعا ده كلام احنا في غنى عنه لان احنا عندنا لود كبير قوي قوي. المهم يتبقى لنا بقى في الشابتر ده في كميه مسائل سهله وجميله على فكره، اسئله ومسائل. الاسئله والمسائل ديت كلها زي الامثله اللي احنا مرينا عليها من شويه دلوقتي، يعني الخاصه بانك تحسب الريديمشن بتاع السيرتيفيكيتس، تحسب العموله، تقسم العموله، تحسب الار ار اي الى اخره، يعني هي الحاجات البسيطه دي. والمسائل زيها يعني ما هياش عويصة، ما هياش complicated، ما هياش complex، واخدين بالنا؟ طبعا في برضو شابتر تاني موجود في الكتاب وبرضو انا مش عاوز احملكم بيه في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي، يعني يا ريتكم تستوعبوا اللي فات وزائد الشابتر ده بتاع الميوتشوال فاندز. في عندنا جزء خاص بالتحليل المالي، بصراحة يعني جزء جميل وحلو قوي قوي، وانا بذلت فيه مجهود على ما طلعته كده، لكن للاسف الشديد انا مش شايف ان في جدوى من ان احنا نتعرض له في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي. لو الظروف انفرجت والدنيا راقت والكورونا يعني ذهب الى الجحيم والدراسه رجعت تاني والطلبه رجعوا تاني والدنيا رجعت تاني طبيعيه، ممكن نتعرض لهذا الشابتر، وهو شابتر اللي بسميه اللي هو الفاندمنتال اناليسيس، لان احنا عندنا بالنسبه للبورصات حاجتين اتنين لازم يكون الطالب عارفهم، الفاندمنتال اناليسيز والتكنيكال اناليسيز. الفاندمنتال اناليسيز اللي هو التحليل بتاع القوائم الماليه للشركات والبورصه، طبعا على فكره يعني من ضمن اعمالها اللي احنا ما بنشوفهاش ان هي اي حد عاوز يعني يتسجل على الاي جي اكس 30 او 70 او كده يعني لازم يقدم قوائم ماليه تمت مراجعتها ويتم فحصها وتقييمها والنظر في هل هذه الشركه تستحق انها تسجل على سجلات البورصه او لا تسجل او لا تستحق. فطبعا ده جزء مهم قوي التحليل المالي بامانه شديده، يعني انا بقول لكم بامانه ان ربنا هيحاسبني على الكلام ده، بس انا حاليا انا ما اقدرش اعمل فيها محاضره واديها اونلاين كده، يعني انا اشك بصراحه ان يكون لها جدوى. يعني في برضه شابتر اخير صغير فيري تايني يعني فيري سمول في على التكنيكال اناليسيز، والتكنيكال اناليسيز اللي هو دراسه اللي هي منحنيات البورصه، يعني المنحنيات اللي اتضح انها ان التعامل في البورصات بينتجها او بتنتج عنه، تنتج عن التعاملات في البورصه اشكال كتيره ومقترحات كتيره وناس قدام محترمين قوي زي داو اند جونز وزي فيبوناكشي وغيرهم من الاسماء الخواجات الاجانب، عملوا شغل حلو قوي قوي وعملوا تصورات لتفسير
لماذا تكون منحنيات البورصة بهذا الشكل؟ ولماذا تأخذ هذه الأشكال اللي فيه ناس كتيرة عجزت عن تفسيرها؟ اللي يقول لك دي مرتبطة بحركة القمر، واللي يقول لك دي مرتبطة بعدد شهور الجنين بيقضيها في بطن أمه، واللي يقول لك مرتبطة بعدد أيام الأسبوع، واللي يقول لك مرتبطة بعدد آيات سورة الفاتحة إلى آخره. يعني في تصورات واجتهادات، واللي يقول لك قاعدة الهرم ومتوسط ارتفاع الهرم وأشياء كتيرة، بالذات واحد اسمه بوناكشي عمل متوليد في بوناكشي، واقترح اقتراحات غريبة وعجيبة، لكن سبحان الله فيها شيء من الناحية الرياضية فيها وجاهة يعني. فعاوز حد يقرا الكلام ده، انا نفسي حد يقرا الكلام ده، انا نفسي لو كان عندي فرصه اشرح لكم الكلام ده بروقان، اكون انا مرتاح وتكون انتوا طلاب محترمين ومؤدبين وبتستمعوا كويس يعني. فبصراحه برضو انا انصحكم لمصلحتكم مش لي انا، انا انصحك عشان تبقى عندك معلومات عن البورصه جيده، بص في التكنيكال، قصدي في الفاندمنتال اناليسيز، وبص في التكنيكال اناليسيز. ربنا يوفقكم، ويا رب كده كلكم يعني جيدكم وسيئكم، شطاركم واغبيائكم، يا رب كلكم تشتغلوا بجدية وتشتغلوا to work hard، وان شاء الله تحققوا يعني نجاح مشرف، ونجاح نقول عليه ايه يعني، يبيض وجوهكم ان شاء الله. ويعني يا رب لو ليكم حظ في التعليم، يا رب ترجعوا الكلية تاني وتمتحنوا في الكلية. أما قلت يعني الأونلاين ده سواء تدريس ولا امتحانات، أنا يعني I'm not so happy يعني with that. But what shall I do يعني؟ I cannot. I'm just one person يعني. I cannot do anything يعني. Okay. Best wishes for your success and hopefully that you succeed very beautifully. Hopefully يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.